العز التليد وديرة العز الجديد يا ديرة العز التليد وديرة العز الجديد كتبنا ما كتب من أغاني ومن قصيد لو كتبنا ما كتب من أغاني ومن قصيد ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر ويا قطر يا ديرة العز التليد وديرة العز الجديد وديرة العز الجديد بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام رف رفي بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسى الله صباحكم كل خير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يوم جديد مع برنامج الصباح بضحوة، مواضيع عديدة ومواكبين فيها الأحداث الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وفي حلقة اليوم نتابع وياكم. مؤسسة الرعاية الأولية تطلق خدمات صحية جديدة عن بعد. لمواجهة كورونا، حمد الطبية توصي مرضى الجهاز التنفسي بتدابير وقائية. قريبا إطلاق ملتقى أهلا رمضان في مركز قدرات للتنمية. في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، قامت وزارة الصحة العامة بتفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بعد لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية، وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. للمزيد حول هذه الخدمات وآلية الوصول إليها، معنا عبر الهاتف الدكتورة سامية العبدالله، استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي للتشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. صباح الله بالخير دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح النور، أهلا خلود. يا هلا مرحبا فيك. في البداية لو تطلعين على جهود المؤسسة في مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. طبعا جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يعني عديدة في هذا الموضوع، فكإجراء وقائي واحترازي قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك العديد من الإجراءات، وذلك لحماية الصحة العامة لجميع المتواجدين على أرض دولة قطر من مواطنين ومقيمين. فمن ضمن هذه الإجراءات كان منها تغيير آليات العمل، مثال على ذلك تخصيص مراكز معينة لفحص فيروس كوفيد-19، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. تم تخصيص مركز العيادات الصحي وأيضا مركز روضة الخيل تكون مراكز صحية خاصة لفحص المشتبه فيهم بإصابتهم بفيروس كورونا 19، وطبعا تم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة والكوادر البشرية، ومن الممكن أيضا تجهيز مراكز أخرى لتخصيصها إذا استدعت الحاجة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. أيضا ممكن طريقة ثانية ممكن نقدم الدعم للموضوع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم ترشيح وانتداب كوادر طبية من أطباء وتمريض، تقريبا 150 ممرض وممرضة و50 طبيب تم وضعهم في مواقع عديدة، وذلك للقيام بإجراءات المسح والعينات الطبية. في مثال ذلك تم تقديم الدعم لكل من مطار حمد الدولي، مرافق الحجر الصحي،
بيت الضيافة، ميناء رويس، الفنادق، خدمات الإسعاف، أيضا بعض الوحدات المتنقلة والمنطقة الصناعية، وفرق متابعة المرضى العاجل المنزلي، وذلك حسب التنسيق مع وزارة الصحة. أيضا من ضمن المجهود آخر أن احنا نحاول نقلل الاختلاط والازدحام في المراكز الصحية والحفاظ على صحة المراجعين. فتم تحويل كافة المواعيد المسجلة في المراكز الصحية لجميع العيادات إلى خدمات الاستشارة الهاتفية وخدمات الاتصال المجتمعي، بحيث تقتصر الزيارات للمراكز الصحية فقط على الحالات العاجلة والحالات الضرورية. وذلك كما تعرفين أخت خلود، للتقليل من الازدحام ومن الاحتكاك، وذلك يعني كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس كوفيد 19. نعم. طبعا من ضمن الأشياء هذه إن إحنا نقوم بالاتصال أيضا ببعض المرضى، وخصوصا الفئات العمرية كبار السن أو الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، ممكن نتواصل معاهم وتقديم الدعم الطبي. من ضمن الأشياء اللي قامت بها مؤسسة الرعاية الصحية أيضا تفعيل الخدمات الإلكترونية. بالضبط دكتورة، لو تكلمينا أكثر عن الخدمات الإلكترونية. جميل. بالنسبة حق الخدمات الإلكترونية، هي صراحة نتاج عمل مشترك وخطة مشتركة وشراكات مع وزارة الصحة العامة، مع وزارة المواصلات والاتصالات، مؤسسة حمد الطبية، أيضا برنامج قطر الذكية تسمو، أيضا بوابة حكومة دولة قطر الإلكترونية وهي حكومي، أيضا بريد قطر كانوا مشتركين معنا، وبعض الشركات ومقدمي الحلول الرقمية وشركات التكنولوجيا البارزين في دولة قطر، مثل شركة معلوماتية، شركة مايكروسوفت، شركة شورى، وشركة بي سي. وإن شاء الله في المستقبل القريب أيضا مستشفى السدرة سيقوم بتطوير سيقوم بالاشتراك في هذه الخدمة. طبعا في خدمات تم تدشينها وهي خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية والافتراضية، وذلك من عبر الاتصال بالرقم الموحد اللي هو 16000 كما تعلمين. فهذه طبعا 16000 يقوم المراجع بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد، فإذا يحتاج استشارة خاصة بمرض كوفيد 19 طبعا يضغط 1، إذا يحتاج خدمات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يضغط 2، وإذا يحتاج خدمات مؤسسة حمد الطبية يضغط 3. جميل. مواعيد عمل الاتصال المجتمعي دكتورة؟ طبعا حاليا 7 أيام في الأسبوع، وممكن أيضا بالنسبة حق على مدار 24 ساعة جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بفيروس كوفيد 19 يقوم بالرد عليها. لكن بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية الأولية أيضا 7 أيام في الأسبوع، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء. شو الأشياء المتاحة من خلال مركز الاتصال دكتورة؟ ممكن الحصول على استشارة صحية من أي طبيب موجود في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أيضا ممكن الحصول على نصيحة طبية، أيضا ممكن الوصول إلى كيفية شرح وكيفية الوصول للأدوية، بالذات أن خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل قام مؤسسة الرعاية الصحية بتدشينها مؤخرا. جميل. وأيضا ممكن أيضا الحصول على إجازة مرضية. جميل. إلى الآن أعداد المستفيدين من هذه الخدمة؟ طبعا أختي خلود، من بدأت الخدمة تقريبا تاريخ 29/3 مركز الاتصال المجتمعي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية قام باستقبال تقريبا فوق 6000 مكالمة. نعم. والاستجابة عليها تقريبا وصلت إلى 85%، والاستشارات الطبية خلال الهاتف تقريبا 1400 استشارة، أما اللي عن طريق الفيديو الرقم أقل تقريبا 75 استشارة طبية عن طريق المرئي أو الفيديو. جميل. بالذكر أن مدة الانتظار كانت من البداية 3 دقائق، لكن حاليا دقيقة أو أقل. نعم. طيب دكتورة، يعني بما أن توكم بادين هذه الخدمات، راح تتطور بإذن الله، عندكم أي فكرة شلون أو خطة لتطويرها؟ طبعا الخطط مستمرة جدا، راح نخليها نوسع الخدمات الاستشارات الهاتفية تشمل خدمات أخرى مثل عيادات الأمراض القلبية، أيضا عيادات الامتناع عن التدخين، وأيضا في حاليا يجري على ربطها بخدمة الرعاية الصحية المنزلية
بالذات لكبار السن والأمراض المزمنة ممكن الذهاب إلى منازلهم لتقديم الخدمة. جميل. طيب على موضوع تكلمتي حضرتك عن موضوع توصيل الأدوية للمنازل، كل الحالات حالات معينة، شو الأشياء المطلوبة أو ممكن يتصلون فيكم يستفسرون عن هذه المواضيع؟ جميل. طبعا المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة وبريد قطر قامت يعني قامت بهذه الخدمة، وبالذات لمرضى معينين الأمراض المزمنة وكبار السن، فنقوم بتوصيل الأدوية إلى منازلهم. نعم. وذلك للحد من زيارة المرضى للمراكز الصحية. فأي مريض ممكن يتواصل مع أرقام معينة، هي واتساب حاطين ب 27 مركز، كل واحد له رقم محدد واتساب، ممكن المراجع يقوم برسالة نصية مثلا يكتب مرحبا أريد أدويتي، فيقوم طبعا الصيدلي المسؤول عن هذه الخدمة بمراجعة الأدوية الموجودة على السيستم أو النظام الإلكتروني، ومن ثم يتم الاتصال بالمريض. نعم. وإن شاء الله يتم الوصول للأدوية للمنزل خلال يومين إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الخدمة عليها رسوم دكتورة أو مجانية؟ طبعا كمرحلة أولى الأدوية هذه للقطريين، والفئات المعفية من الرسوم مثل دول مجلس التعاون وأيضا أبناء القطريات حاليا بدون رسوم لأن القطريين، والتوصيل. نعم. مجاني. أما في المرحلة إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع والأسابيع القادمة سيتم تفعيل الخدمة أيضا لغير القطريين من الأمراض المزمنة والأثر السكر بالضغط، طبعا راح يكون فيها رسوم، بس يتم دفع الرسوم عن طريق البطاقة البنكية عند توصيل الأدوية إلى منازلهم، بيكون بطريقة سهلة إن شاء الله بإذن الله. دكتورة بس على موضوع حين توصيل الأدوية، ذكرتي حضرتك أن أنتم متعاونين مع بريد قطر، لو تكلمينا عن الخطوات يعني السلامة في التوصيل. طبعا احنا حفظ الأدوية بالذات. نعم. جميل. بالنسبة للأدوية طبعا لأنها تشمل الأدوية وفيها أدوية حقن مثل الإنسولين، وأيضا موجود معاها ممكن إذا المريض يحتاج أشرطة جهاز قياس السكر، فطبعا احنا حرصنا على اتباع افضل الوسائل لحفظ هالادويه. فترسل تعبوات خاصه للحفظ والتخزين، وايضا توجد سيارات خاصه بهذا الموضوع مجهزه بمبرد وفقا للمعايير الدوليه، وايضا تم تدريب السائقين على الطرق الصحيحه لنقل الادويه، فوضع ملصقات باركود للضمان التوصيل الادويه بشكل صحيح وامن. جميل. الى الان عدد المستفيدين من هذه الخدمه دكتوره؟ تقريبا عدد المستفيدين ممكن نقول عنها 1300 مريض وصلت لهم، والإجمالي عدد الوصفات تقريبا 1600 وصفة. جميل. طيب المراجعات للخدمات الإلكترونية، إذا محتاجين شهادة مرضية إذا استدعت حالته، شو الوضع معاهم يكون؟ هذه خدمة جديدة أطلقت أيضا بالتعاون مع وزارة الصحة، أن أي مريض يحتاج إجازة مرضية عن بعد ممكن يصدر إلكترونيا، الطبيب مثلا يكتب شهادة أو الإجازة المرضية. نعم. وبعدين ممكن يسجلها طبعا على الملف الإلكتروني للمريض، والملف الإلكتروني للمريض مرتبط إلكترونيا بنظام إجازة. طبعا هي حالات معينة دكتورة اللي طبعاً يتم فيها إعطاء الإجازة المرضية عن بعد. طبعا إذا كان حاجة المريض تحتاج فقط، يعني عند الاحتياج فقط، ويتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل، وهذا الرقم الرسالة النصية فيها رابط، فيتم تحميل الإجازة الإلكترونية على الرابط، ومن ثم يدخل الرقم الشخصي ويحصل على الإجازة. جميل. طيب في خدمات إلكترونية راح تعلنون عنها قريبا؟ صحيح، احنا حاليا نحاول نربطها بخدمات الرعاية المنزلية لفئات المسنين واللي يحتاجون هالخدمة، ومثل ما قلت لك ان احنا نحاول نوسع خدمات الاستشاره الهاتفيه. يعني جدير بالذكر ان خدمات الاستشاره الهاتفيه موجوده في جميع المراكز الصحيه حاليا، حيث يقوم الطبيب بالاتصال بالمرضى المسجلين عندهم مواعيد مسبقه وتم استبدالها، فيتصل فيهم اذا كان محتاج اي خدمه او نصيحه طبيه. جميل. المراكز الصحيه دكتوره ما زالت تستقبل المرضى؟ طبعاً أو المراجعين؟ ما زالت تستقبل المراجعين وتعمل بكامل طاقتها التشغيلية،
طبعا موجودين وناخذ الخدمات طبعا او نستقبل الخدمات بدون مواعيد مسبقه لاي حاله طارئه وعاجله. وبالاضافه انه يوجد هناك 7 مراكز تعمل 24 ساعه مثل مركز ابو بكر ومركز الشحانيه وغرافه ومعيدر ورويس وغيرها. يعطيكم الف عافيه دكتوره. في النهايه ودك تقدمين نصيحه عامه للمراجعين؟ طبعا يعني بقائنا كلنا في المنزل، انا اقول لك اختي خلود هي مسؤوليه وطنيه ومجتمعيه، فانصح المراجعين جميعا بالالتزام في البيت، واللي يحب بلاده المفروض يقعد في داره. فعلا انتم قاعدين تتعبون عشان احنا نقعد في البيت او الاشخاص قاعدين في البيت. شكرا الدكتوره ساميه العبد الله المدير التنفيذي للتشغيل في مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه. ومشاهدينا، أوصت مؤسسة حماية الطبية الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي باتخاذ المزيد من الاحتياطات الوقائية التي تحميهم من الإصابة بفيروس كوفيد 19. نتابع معك. في ظل جهود الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، أوصت مؤسسة حمد الطبية الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل التليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي ومرض الربو اتخاذ المزيد من الاحتياطات والتدابير الوقائية للحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، حيث أن الإصابة بهذا الفيروس لدى هذه الفئة من المرضى مهما كانت خفيفة يكونون أكثر عرضة لمضاعفات بالغة الخطورة إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا. وفي الوقت الذي يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر، يجب على هؤلاء المرضى اتباع المزيد من قواعد النظافة الشخصية من خلال استمرار غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات اليدوية وتجنب لمس العينين والأنف والفم وتجنب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الالتهابات التنفسية مثل الرشح والسعال وضرورة التباعد الاجتماعي في الوقت الراهن كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس. وفي خطوة من شأنها المساهمة في مواجهة وباء كورونا، صممت كلية الشمال الأطلنطي في قطر نموذج لجهاز تنفس في مختبراتها، وذلك بالتعاون بين كليتي الهندسة والعلوم الصحية في الجامعة. نتابع معكم هذا التقرير. في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 وتزايد عدد الإصابات المنهك للعداد الطبي، ولأن كلية شمال الأطلنطي في قطر كلية رائدة في المجال التقني، قامت بتصميم نموذج لجهاز تنفس في مختبراتها. جاء هذا التصميم بتعاون كليتي الهندسة والعلوم الصحية، وتم تنفيذه بالاعتماد على كوادر محلية. الجهاز الذي تم الاتفاق عليه مع الفريق هو جهاز يعتمد على ضخ كمية معينة من الهواء إلى رئتي المريض إذا كان في حالة الغيبوبة وحالة عدم عمل رئتين أو في حالة التنفس الطبيعي. طبعا قمنا باختبار هذا الجهاز والحمد لله النتائج كانت مرضية، وجميع المتغيرات والمتطلبات المطلوبة في الأنظمة العالمية وخصوصا الـ NHS system قمنا باختبارها وكانت موافقة لهذه المعايير الدولية. صمم هذا الجهاز للتنفس الصناعي بحيث يمكن إنتاجه بكميات كبيرة ومن مواد يمكن توفيرها محليا، خصوصا أن مستشفيات العالم تشهد نقصا كبيرا في هذه الأجهزة التي تعتبر المساعد الأساسي في علاج وإنقاذ المصابين في الحالات المرضية المتقدمة. الله يحفظ الجميع إن شاء الله. والآن فاصل ومن بعد نتابع معكم ما تبقى من فقرات صباح رباح. المواظبة على غسل اليدين بالماء الساخن والصابون لـ20 ثانية على الأقل
تعتبر من أهم طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وفي حالة عدم توفر الماء والصابون استخدم مستحضراً لتعقيم اليدين. حياكم الله من جديد مشاهدنا واستمعينا في الصحافة المحلية اليوم والأخبار اللي فيها مع الزميلة فوزية عامر، خلينا نتابع. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. دكتور عبد اللطيف الخالة، وزارة الصحة العامة تجري بحوثا جينية على فيروس كورونا المستجد. وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، إجراء أكبر عدد من فحوصات كورونا بفضل التقنيات الحديثة. مخالفو الحجر الصحي يتحملون مسؤولية انتشار الفيروس من عدمه. جامعة حمد تقدم جلسات استشارة عبر الإنترنت لمساعدة الطلبة والموظفين على التعامل مع تداعيات كورونا. ننتقل إلى صحيفة الوطن. إطلاق برنامج الضمان الوطنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو لمواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا. إطلاق خطة تقييم جديد بجامعة قطر. خبراء ومواطنون، قطر ترعى العمالة انطلاقاً من قيمها، أثنوا على الإجراءات التي تتخذها الجهات لحمايتهم. رئيس غرفة قطر، 70 مبادرة دعم تعكس الحس الوطني للقطاع الخاص. إلى صحيفة العرب. التنمية تطلق حملة واعي لوقاية العمال من فيروس كورونا. مختصون، كورونا فرصة لتقوية المناعة النفسية الأسرية. وياك تستعرض استراتيجيات التأمل للحد من داء كورونا. أشغال تفتتح نفقاً وجسراً جديدين على تقاطع مسامير. ننتقل إلى صحيفة الراية. السفيرة الإسبانية، قطر تكافح كورونا بكفاءة ومسؤولية عالية. التعليم تقيم نظام التعلم عن بعد. جامعة قطر تطلق مسابقة تصميم عالمية للتصدي لكورونا. إطلاق مسابقة لتصميم تميمة متحف قطر الوطني احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. بنك قطر للتنمية يطلق مبادرة لتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة كورونا. استمرار تنظيم عملية إنزال الأسماك بجميع موانئ الصيد. الهلال الأحمر القطري يعقم محطات وصهارج المياه في لبنان يومياً. منصتان لدعم المعلومات في قطاعي التعليم والثقافة يطلقها مركز مدى للتكنولوجيا. سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الضوء على الأثار الإيجابية التي سيخلفها إطلاق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني، والذي من شأنه تعزيز قدرات القطاع الخاص على مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وجاء إطلاق البرنامج تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال. فتحت عنوان الضمان الوطني رسالة الدولة للقطاع الخاص،
قالت صحيفة العرب في مقالها الرئيسية. من جديد تبرهن دولة قطر على قدراتها العالية على خلق الحلول العملية الكفيلة بمواجهة أي تحد يواجه أي من القطاعات الفاعلة في البلاد، ذلك لأنها دولة تحرص على سلامة وصحة المواطن والمقيم أولاً، أما الاعتبارات المادية فتأتي ثانياً وأخيراً، وبالتالي يمكن تعويضها مع مرور الوقت، لكنه من المستحيل تعويض الصحة العامة في حين تعرضها لخطر هذا الفيروس الذي قضى مضاجع العالم من أدناه إلى أقصاه. كما تناولت صحيفة الراية منافع البرنامج ذاته وذكرت في عمودها الرئيسي الذي جاء تحت عنوان إطلاق برنامج الضمان الوطني لدعم الشركات المتضررة، إن هناك تفاؤلاً كبيراً باستمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري بسبب الاهتمام الذي توليه الدولة من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص، ولذلك فإن شركات القطاع الخاص المتضررة من وباء كورونا مهيئة بشكل كبير لتحقيق أداء جيد في ظل برنامج الضمان الوطني الذي سيحقق الاستقرار لهذه الشركات بمحفزات الضمان المالي التي يوفرها لها. ومن علوم جرائدنا لعلوم الجو ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم، معنا أمينة الملا المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور. يا هلا مرحبا. يا هلا مرحبا فيك. لو تطلعين على أحوال الطقس لليوم. إن شاء الله أجواء حارة نسبيا خلال فترة النهار مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية. الرياح السائدة لليوم تكون شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة، وما يميز الطقس خلال هذا الأسبوع هو ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتراوح العظمى بين منتصف إلى أواخر الثلاثينات في مختلف المناطق. وعن الحالة البحرية، يستمر التحذير البحري لليوم على أن يلغى مساء بإذن الله، وبعدها تكون الأجواء مستقرة مع رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 3 إلى 5 قدم. هذا والله تعالى أعلم. أمين الملا المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية، شكرا. مشاهدينا فقراتنا منوعة وفي انتظاركم، ولكن بعد الفاصل.
يا هلا مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. ويستعد مركز قدرات للتنمية بالخور لإطلاق ملتقى أهل رمضان في نسخته 16، والذي يتضمن مجموعة من المسابقات والفعاليات المتنوعة التي ستكون مختلفة هذا العام بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بكورونا. للإطلاع أكثر على التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة موزة محمد فهرأي، مساعد مدير الأنشطة والبرامج في مركز قدرات للتنمية. صباح الله بالخير. صبحت الله بالنور. يا هلا ومرحبا أختي خلود. يا هلا ومرحبا فيك. في البداية تعطينا فكرة عامة عن ملتقى أهلا رمضان. في البداية نفس ما ذكرتي، ملتقى أهلا رمضان احنا ملتقى سنوي نسويه في المركز، والسنة هي النسخة 16، بس في ظل أزمة كورونا غيرنا الخطة اللي احنا دائما نسويها وحولنا جميع أنشطتنا أنشطة عن بعد. السنة بيكون تحت شعار كأنك ترى، نهدف من خلاله لتعزيز القيم في 6 مجالات، وهي الصدقة، الصلاة، الصوم، الدعاء، القرآن والأخلاق. كأنك ترى؟ تحت عنوان؟ كأنك ترى. نعم. أيوة. نفس ما قلت لك، نوعنا أنشطة السنة بين منشورات توعوية وتحفيزية وتثقيفية، ومسابقات أغلبها عن طريق الواتساب. نعم. الهدف من الفعاليات أستاذة والفئات العمرية المستهدفة من هذه الفعاليات؟ شوفي، بالنسبة للفئات العمرية احنا تقريبا ضمينا جميع فئات الأسرة من 7 سنوات وفما فوق. يعني مثلا عندنا مسابقة حفظ حديث احفظ الله يحفظك وشرحه من قبل الأطفال، مسابقة من سبق لبك وهي حفظ صورة الملك أو حفظ حديث للأمهات والأباء من 55 سنة وما فوق. عندنا مسابقات رسم للأطفال، عندنا مسابقة أجمل مسجد منزلي للأسرة. عندنا السنة مبادرة اللي هي مبادرة هديتي غير لشهر الخير، وهي غيرنا مفهوم الهدايا اللي تجينا في رمضان بحيث أن هي تكون هدايا صدقات خير جارية عن طريق قطر الخيرية. أما بالنسبة للأهداف فإحنا نسعى لتعزيز أهمية الصدقة وأثرها على الفرد والمجتمع، نشر طرق تعليم الصلاة والمحافظة عليها للأطفال، تعليم سر الخشوع في الصلاة، بيان أهمية تدبر القرآن، بيان أهمية الدعاء في تخطي الأزمات، بيان أهمية الأخلاق والمعاملات الحسنة وتأملات بالصوم المفهوم الشامل. والله أهنيكم على هذه الأفكار أستاذة. طيب، آلية التسجيل والمشاركة في هذه الفعاليات وأنشطة في الملتقى؟ طبعا نفس ما قلنا، الأنشطة جميعها عن بعد، فهي بتكون عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز قدرات، وأرقام التواصل سواء الأرضي أو الجوال وهي 44-11-7568، والجوال 55-84-55. طيب، عندكم موقع معين أو شنو حساباتكم على الانستغرام وتويتر؟ جميعها مركز قدرات للتنمية. في أي ابليكيشن في أي تطبيق راح يكتبونه بيطلع لهم حساب المركز. جميل. إيش قد مهم هذه المبادرات، مبادراتكم المبادرات الأخرى اللي قاعدين نشوفها في وضع العزل المنزلي حاليا والأوضاع بشكل عام؟ بالفعل، يعني أهمية هذه المبادرات في ظل الظروف الراهنة وجلوس الأفراد في الأسرة وأنهم ما يخرجون إلا في الحالات الطارئة، فهي مهم جدا أن احنا نعمل على التوعية والتثقيف وتعزيز التواصل بين أفراد الأسرة. وطبعا في برامج وايد متنوعة، ونفس ما قلنا نفعل دور كل فرد من أفراد الأسرة. فنفس ما ذكرت في فعالياتنا أن احنا استهدفنا الجدات والأجداد، الأمهات والأباء، الأحفاد، بالإضافة إلى أن احنا نسعى نعزز مفهوم المواطنة، وهو من عن طريق تفعيل دور المواطن الحقيقي في اتباع الإجراءات الاحترازية اللي الحين تصدر من الدولة. جميل. وبشكل عام دور المراكز اليوم في التصدي لأزمة كورونا؟ أختي خلود، اليوم من وجهة نظرنا نشوف أن دورنا احنا كمراكز شبابية نخدم فئة الشباب بشكل خاص وبقية أفراد المجتمع بشكل عام، أن احنا نتكاتف. ومن هالجانب هذه في مبادرة
فريدة يعني من نوعها، انطلقت وضمت أكثر من 20 جهة. ومنها مركز قدرات اللي هي ويستمر التواصل لتستمر المعرفة، والهدف منها ان احنا نفعل الدور الايجابي للتكنولوجيا اللي موجوده تقريبا الحين عند اغلبنا وبين ايادينا، وذلك صحيح. عن طريق تقديم برامج ودورات عن بعد تخدم الفئه هذه. جميل، كلمه اخيره ودك توجهينها للمشاهدين اللي قاعدين ان شاء الله في بيوتهم الاستفاده من اوقاتهم؟ اول شيء نصيحتي للجميع انهم يستغلون هذا الوقت افضل استغلال. اولا ترتيب اولوياتهم، تنميه المهارات، في نفس ما ذكرنا ان كثير من المواقع والكتب المجانيه اللي تخدم جميع افراد الاسره متاحه اليوم وبالمجان، فهذه فرصه. ونفس ما قلنا احنا ممكن الفرص تجي مره واحده فلازم نستغلها. واخص بكلمتي الوالدين، حيث أنه ممكن تكون هذه أطول فترة يقعدون فيها مع أولادهم، خاصة يعني أن الأعمال صارت عن بعد، أغلب الأنشطة عن بعد، فيقربون المسافات بينهم وبين أولادهم ويبعدونهم عن الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن والأمور هذه اللي صايرة تشغل يعني عيالنا عنا وإحنا أصلاً ننشغل عنهم. فعلاً، وإذا لابد منها يعني تكون موجودة، بس نحاول نخلونهم يستفيدون ويستعملونها بطريقة صحيحة. نحاول نقلل اختي خلود، نفس ما قلت لك الحين تقريباً كل الأنشطة عن بعد، لكن المسافات قربت بين أفراد الأسرة، فالمفروض فعلاً. إحنا نستغلها. فعلاً، شكراً أستاذة موزة محمد فهرائي، مساعد مدير الأنشطة والبرامج في مركز قدرات للتنمية، شكراً على هذه المعلومات وموفقين إن شاء الله. ومن جهته يعمل النادي العلمي القطري على تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تصميم وإنتاج معدات للحماية من فيروس كورونا كوفيد-19، وتستهدف هذه المشاريع إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل نقص معدات الحماية بسبب الطلب المتزايد عليها في هذه الظروف. نتابع معكم هذا التقرير ولا نعود. بحلول مبتكرة يساهم النادي العلمي القطري في الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حيث يعمل المهندسون في النادي على تصميم وإنتاج مجموعة من معدات الوقاية من العدوى للاستخدام الطبي والشخصي، ويقوم النادي بإنتاج نماذج من هذه المعدات بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من وسائل الإنتاج المتوفرة. قررنا عمل بعض المشاريع الخاصة في المجال الطبي. من بعض المشاريع هذه اللي هو الواقي الوجه اللي يستخدم عادة في للأطباء والممرضين اللي يتعاملون مع الحالات المريضة، فبالتالي يحمي وجوههم من انتقال العدوى. أيضا من المشاريع اللي هو مقبض الباب، بحيث أن الواحد ما يمسك الباب بيده، نعرف إحنا الباب يمكن أكثر مكان يعني يمسك الجراثيم، يمسك الميكروبات، فكل واحد يمسكها بيده وينتقل فيه من يد ليد، فقلنا ان بنسوي مقبض بحيث ان الواحد يفتحه بالذراع بدل اليد. احد المشاريع الثانيه بعد اللي هو الكمام، سوينا كمام قابل لاعاده الاستخدام عن طريق الطباعه ثلاثيه الابعاد، بحيث ان الواحد يقدر يبدل الفلتر ويركبه مره ثانيه ويقدر يعقمه كامل يعني ويعاد استخدامه اكثر من مره. العمل على هذه المشاريع يأتي في ظرف تتضافر فيه جهود مختلف القطاعات في الدولة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، ويأمل النادي العلمي أن يقدم بالتعاون مع الجهات المعنية منتجاً قطرياً يساهم في تلبية الطلب المتزايد على هذه المعدات. قررنا أن نسوي نماذج من كل مشروع بحيث أن نشوف مدى قابليته، هل الجهات محتاجة لمثل هذه المشاريع ولا لا، ويسعدنا يعني التواصل مع الجهات المعنية بحيث أن نسخر كل أدوات النادي العلمي في سبيل الحد من انتشار هذه العدوى والقضاء عليها إن شاء الله. النشاط العلمي في النادي يتواصل في هذه الظروف ويقدم المزيد من الحلول والابتكارات رغم وقف كافة البرامج والأنشطة الداخلية في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة،
ويواصل النادي تقديم الورش العلمية عن بعد باستخدام منصاته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. فعلا جميلة مثل هذه الأنشطة، واللي أكيد حاب يشارك معهم يقدر يتواصل معهم شلون ممكن يساعدهم أو يخترع لنا شيء ممكن نستفيد منه. وبكذي نكون معاكم وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. تقدرون تتواصلون معنا على المواقع الظاهرة أسفل الشاشة لأي مواضيع أو الشغلات حابين نتكلم عنها تقدرون تتواصلون معنا. نشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 10 وفي أمان الله. بلادي يا هنا عمري ونور النور في صدري، أحبك وأحيا في ظلك ونادي بلادي كيف أوفيلك وانتي فرحة عيوني، حبيبي والفرح انتي وشعري وجنوني، بديت ارقى المعالي لاجلك كون
لحبي يا حنون بديت المعاني لك قدر حبك